أعزائي المشاهدين من فلسطين، حيث نستضيف والدة أحد المعتقلين، هو المعتقل الفلسطيني أحمد الجيوسي، التي تحدثنا من طول كرم. والأسير الفلسطيني أحمد الجيوسي هو أسير فلسطيني حكم عليه ب35 مؤبدا وعشر سنوات سجن. سيدة أم أحمد، نرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس، وكل عام وأنت بخير. وأنتم بخير والعافية. وأول إشي بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبنشكركم على إنكم اتصلتوا في أهل أسير اللي محكوم 35 مؤبد 10 سنوات، والحكم حكم الله ما هو حكم الإنسان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونعم بالله. ست أم أحمد، كيف يمر عليكم العيد وأنت التي خبرتي مرور أكثر من عيد وابنك ما زال في الأسر، وندعو الله أن يكون هذا العيد هو العيد الأخير الذي يمر عليك وأحمد خلف القضبان؟ والله يا أخ جمال أو يا ابني جمال، ما أهلا أنا عارفة بأي شيء أوصف هذا العيد. هل هذا هو العيد الأضحى المبارك والحمد لله، ولكن أنا كأم أسير محكوم بمدى الحياة، فما بالك أم الأسير لما تشعر أنه بكرة عيد؟ بأي عيد ألقى ابني؟ هل بالثوب الأبيض أم بالثوب الأخضر أم بالثوب الأسود؟ والله لو علمت الإنسان أن الثوب الأسود كثير قليلا عليها، ولأنه الحمد لله والشكر لله أنه بالنسبة لأم أسير محكومة مدى الحياة لا يوجد لها عيد، لا يوجد لها حياة في الكيان كله، لأنه ابنها مش بأحضانها. فما بالك الأم لمن أنا كأم أشعر في أنه كل أماكن في البيت تنده باسم أحمد، كل جدران بالشوارع تنده باسم أحمد، فما بالك الأم لمن هي من مهجة عيونها من دمها من لحمها من سندها إنها مش قادرة تمسك ابنها بالعيد عندها. بأي عيد أو أفتخر اللي غير بقول الحمد لله والشكر لله، فما بالك أيها الأخ العزيز جمال. بالله عليك يعني دائما الحمد لله. أم أحمد، هل تمكنت من زيارته أو حتى هناك فرصة خاصة للقائه في العيد؟ والله يا أخي جمال، إحنا أنا تصريحي بنتي من شهر 8 لغاية الآن لن يوجد لي تصريح، ولو رحت نفسي أضم على صدري. إلى 11 سنة ما ضميتش ابني على حضني، ما ضميتوش قبل إيدي أو قبل إيدي للأسف الشديد. فما بالك لمن بشوفه من وراء الزجاج، واليهود من ورانا ومن أمامنا بالسجن. طب سلطات الاحتلال أم أحمد، ما هي الذرائع والحجج التي تتذرع بها لمنعك من أن تحتضني ابنك، من أن تلتقي به في غرفة خاصة في السجن؟ بخاف لأنهم سياسيين بيقولوا لك هذول، ما نخاف إحنا منهم، ما في أي شيء إنه يعني قادر أوصف لك. يهود ما بالك. طب يعني يهود. هذه سلطات الاحتلال عندما تمنع أم من أن تلتقي ابنها، هل هناك أي مبدأ لسلطات الاحتلال، أي قانون تستند عليه في منعك من أن تلتقي ابنك؟ وفي المقابل المحامي ألا يستطيع فعلا أن يتحصل على تصريح ويسمح بلقائك لأحمد الذي نتمنى فعلا أن تلتقيه وهو حر؟ للأسف الشديد لا، لن يوجد لنا أي طلب نهائيا. أنا آخر مرحلة زرت ابني بقول له أنا بحاجة بس أمسك إيدين ابني، قال لي أنا أحطك عنده، قلت له يا ريت تحطني عنده وتحبسني بحضنه وأنا راضية. طب لي لا، أنت على سجن النساء مش على سجن الرجال. فما بالك الأم لما بتشوف ابنها من وراء الزجاج وتلفون بتحكي معه زي ما أنا بحكي معك، بندحني ست الحبايب. فما بالك لما أروح هي موجة القلب تنخلع عند ابنها الوحدة، قدامها تظهر في الضحك والانبساط إنها شافته، بس لما تخرج بالبكاء الأليم. أم أحمد، هل هناك أي أمل يلوح في إطلاق في الإفراج عن أحمد بأي صفقة تبادل أو أي صفقة مع سواء مع السلطة الفلسطينية أو حتى مع التنظيمات الفلسطينية؟ أما والشيء أمل بالله سبحانه وتعالى والحمد لله بصوت الأذان المبارك، أول شيء هذا أمل بالله. ولكن عند صفقة شاليت كان اسمه نازل ورفضت السلطات الإسرائيلية رفضت، ولكن بتأمل من الله العلي القدير إنه أي شيء بأي قدر من الأقدار إنه يخرج أحمد وجميع الأسرى والأسيرات.
لأن كل أم بحاجة. أنا عندي أبوه بحاجة لابنه، فما بالك الأم. بتفكر إنه أنا بالذات ليلة العيد ببكي بكاء مر، لأن كان أحمد ليلة العيد يطلب إنه يعمل المعمول عندنا في البيت، فما بالك 11 سنة بأعياد أي معمول أعمله في البيت وأحمد مش موجود، بأي عيد أفتخر وأنا ابني مش موجود على كل أصلاً. يعني يبدو أنه أحمد حاضر معك في كل لحظة من خلال كلماتك ومن خلال أيضا عوامل أخرى، أنه فهمت بأن خطيبة أحمد التي خطبها قبل فترة طويلة جدا ما زالت مصرة على البقاء والوفاء لأحمد وانتظاره. أي نعم موجودة وبحضنها كأني بحضن ابني أحمد. امبارح وإجت قلت لها ريحتك من ريحة ابني أحمد، لأنها اللي بدها تشتري الرجال بتشتري بنات الرجال يا أخ جمال، وأنا ما ببيع بنات الرجال من شان أرض أي مخلوق. ريحتها من ريحة ابني أحمد، واللي بصون ابني أحمد بصونه. على كل إن نتمنى أم أحمد فعلا في العيد القادم إن شاء الله أن تجتمعي مع أحمد يا رب ويعني يفرح يا الله. تفرحي به وشكرا للأخ فؤاد أول وبتزويجه. إشي. أم أحمد كلمة أخيرة في العيد أيضا توجهيها لأمهات الأسرى الفلسطينيات اللواتي يشعرن كما تشعرين. أول شيء بقول لهم اصبروا وصابروا، إن الله مع الصابرين. أمهات الأسرى، أمهات الأسيرة، أم إيه الرجاء منكم إنكم تصبروا. الله يصبركم، ينزل الدين والإيمان في قلوبكم، ويجعلكم يا رب من الصابرين يا رب العالمين. وكل عام هن بخير، وإن شاء الله العيد القادم بأحضانهم وأولادهم وبناتهم إن شاء الله. إن شاء الله هذا كل عام وأنت وبشكر الأخ بخير. جمال، بشكر الأخ جمال والأخ أنس والأخ فؤاد الخفاش على هاي المكالمة. ونتمنى انكم دائما وعلى اتصال دائم بوالدة الأسير أحمد الجيوتي، وألف تحية لكم. شكرا لك، التحية لك أم أحمد والدة الأسير الفلسطيني أحمد الجيوشي المحكوم بمؤبد 35 مؤبدا وعشر سنوات سجن. نتمنى أن يكون العيد القادم هو الفرح لأهله بالإفراج عنه. شكرا جزيلا لك سيدة أم أحمد.